استشارة هي فقرة الاجتماعية يلي من خلالها أكيد تبعثوا رسائل ونحن بدورنا نطرحوها عندنا في برنامج الصبح، وفي نفس الوقت تكون مسجلة صوتية إذا كنتوا حابين بصوتكم، أو تكون مكتوبة ونحن بدورنا نسجلها من عشان أنتم توصلكم أكثر الفكرة وتسمعوا الشكوى أو مبتغاها من المرسل. في نفس الوقت اليوم نحن حنحكوا على شكوى تحمل العنف اللي حتعرفنا عليها خبير التنمية البشرية الأستاذة نوار الجبالي. صباح عليك، أقول لك صباح كوار. صباح الخير، صباح النور. اليوم عندنا شكوى، يعني كيف نقدر نقدموها أول حاجة للناس وتحكي لنا عليها أكثر بعد نسمعها؟ هي أول حاجة يعني كويس إن بدأنا النساء يشكن كويس. يعني هو هذه أول خطوة، يعني في راو اللي تعرض للعنف يعني أعداد كبيرة لكن يخافن ويتحشمن بسبب الظروف الاجتماعية. صح. والعنف لازم نحن هنا نقوله إنه هو عنده أسباب كثيرة، والرجل اللي يلجأ إلى العنف، فلو مرات فيه حتى نساء يلجأن للعنف، بس اللي غالب إنه هو الرجال هم اللي عنفوا في النساء، لأننا الطرف الأضعف. صح. جسديا وتربويا، مش ما تمش تربيتهم وتنشئتهم على الثقة بالنفس وعلى التعليم وعلى ولذلك الرجل اللي يلجأ إلى العنف هو بأسباب، يا أما إحساسها بالدنيا، يا أما حب السيطرة، يا أما تربيته أصلاً تنشيته تنشئة خاطئة، والقدوة متاعه كان يضرب أو في مجتمع يضرب. صحيح. يا أما بالظروف المادية، يا أما الجهل طبعاً، حتى هو طبعاً له مشارك بشكل كبير. خلينا نسمع. بالضبط، خلينا نسمع شكوى. صباح الخير لنوارة. أنا صغيرة في العمر ولأول واحدة بحوتنا، أني كنت نبي نهرب من بوي وخوتي ديما يضربوا فيا وفشوا في غلهم فيا وحموني حتى من القراية، وبعدها ما صدقت حبيت وخطبني، قلت آهو نبدأ حياة جديدة باكي يكون فيها خير، بس للأسف راجلي ما كانش أكتر حنية منهم، وقعد هو يصبحني بطريحة ويمسيني بطريحة، وفوق هذا كله معاش لقى شغل وخلاني أنا اللي نشتغل وياخد مني في كل قرش نجيبه، وتوا يا أبلة نوارة زادت عليا المسؤولية مع عيالي، وما عنديش حتى لمن نمشي ولا نحكي، لأن البنت لما تبي تتطلق تمشي لحوش ماليها، وأنا حوش مالية اللي دقت فيه المر مستحيل الرد له. يعني حسب ما فهمنا هي هاربة من ظرف، لقيت نفسها واقعة في ظرف أصعب. نعم، هي المشكلة هذه تحمل عدة مشاكل. أول حاجة العنف الأسري، بعدين الهروب من بيت الأهل إلى الزواج، وهذه طبعا مشكلة كبيرة بكل لما وحدة تهرب لأن أهلها يعنفوا فيها يضربوا فيها أو يعاملوا فيها مش كويس إلى الزواج. أول حاجة هذا لما تكون هيك معناها هي مش حتختار اختيار صح، أول زي ما قالت أول واحد طرق بابها بالتأكيد ما فيش عليها ذيك جمع المعلومات والأسئلة، وهذه مشكلة كبيرة. الهروب من جحيم الأهل إلى زواج ممكن يكون غير ناجح، وممكن تصدف أنه يكون ناجح، هذه مشكلة، لأن ممكن أنت في حوش أهلك حيكون الفترة قصيرة، لكن لما تمشي إلى تكوين أسرة أو إلى زوج هذا معناته بتكملي معاه حياة كاملة 40 سنة 50 سنة 60 سنة حسب ما ربي يعطيك من طولة الأمر. المشكلة الأخرى اللي هي عدم تعليم البنت، يعني الأهل اللي يلجؤوا إلى أنهم يحرموا بنتهم من التعليم هذه مصيبة أكبر، يعني وهذا تعنيف أكبر من حتى من الضرب أو من الكلام الصعب، لأن هي البنت عندنا لازم نحن نحصنوها بأن نحن ننمو عقلها، ننمو تفكيرها، نعطوها تعليم، نعطوها شهادتها، نعطوها حرفة في يدها بحيث أنها هي تقدر تستمر في الحياة. المشكلة الأخرى اللي هي الأطفال اللي هم عندهم اللي عايشين في جو من الرعب ومن يعني نقدر نقول جحيم، يعني لما يتم تنشئة أطفال أبوهم وأمهم مش متفاهمين وما فيش مودة بينهم ما فيش رحمة، فكيف حيكونوا هالأطفال هذوم وكيف حننتجوا جيل ممكن يسبب في جريمة، ممكن يكون مريض نفسي،
ولذلك اشوفوا هالمشكله الاخرى اللي في يعني هذه الاستشاره هذه فيها والله عده مشاكل وكلها يعني تجرح وتدمي القلب وتزعل. المشكله الاخرى عدم شغل الزوج، يعني انا نبي نوجه كلامي للزوج، انت مسؤول على اسرتك، انت مسؤول على اطفالك، انت لازم تفهم انك انت تتقي الله في هالاطفال وفي هالاسره وفي هالعيله، انت اللي مجبر انك انت تنفق عليهم في الدين في العرف في القانون، انت مجبر انك ما دام عندك اطفال تبي تصرف عليهم. ولذلك انا نقول له اتق الله في هالاسره اللي انت مكونها، ولازم تكونوا فيه موده وفيه رحمه بيناتكم. الله سبحانه وتعالى لما خلقنا من انفسنا ازواج وجعل بينهم موده ورحمه، يعني شوف موده ورحمه هذا هو اساس الزواج. اللجوء الى الضرب الى العنف هذا دليل على ان هالشخص هذا يعني عنده نقص ويبي يكمله، لان ربي اعطاه جسد اقوى من المراه. ولكن انا نقول للاخت هذه او البنت هذه اللي هي تشكي، اول حاجه انت لازم تكوني قويه، لان مستحيل تكون المراه قويه يقدر عليها لا زوجها ولا ابوها، ولك قويه بعلمها، قويه بشخصيتها، قويه. ما نقصدش القوه بالضرب ولا بالعنف او بان هي تكون يعني متسلطه او لا او مسترجله زي ما نحن نقوله، ولكن تكون هي عندها ثقه في نفسها، لان الثقه هذه تعطيها قوه تقدر تتحدى كل الصعاب. اول المشكله الاخرى ان هي شنو الشغل اللي هي تشتغل فيه، ما دام هي لا تعلمت ولا كملت قرايتها ولا حصنوها بشغله في يدها، بالتاكيد الشغل اللي تقوم به هذا الشغل صعب بالنسبه لها هي، وحتجي فتره وتوصل الى سن ما عادش تقدر تكمل فيها. ولذلك النصيحه او انا نقول للزوج زي ما قلنا اتق الله في عيالك، بس نقول لها هي اول حاجه انا ضد مبدا ان على طول الطلاق، طبعا الطلاق هو نحن نعرف انه هو حل، ولكن ما نلجأش على طول للطلاق. ولذلك نقول لها ابدي بانك انت تتفاهمي معاه، ابدي انك انت معنا. انا ما نعرفش كم مده الزواج اللي بينكم او كم عدد الاطفال، لكن نقول لها لازم تحاولي معاه بالتي هي احسن بالكلام. اول حاجه تقولي له راو الفلوس هذينا من حقي، وانا تقدر المراه انها هي ما تصرفش على البيت. نحن النساء نصرفوا بموده مش لان مفروض علينا، لان هذا النساء عاده عندهن عقل وعاطفه زي بعضهن. ولذلك كل ما فيش مراه تبي تمسك فلوسها على عويلتها ولا على حوشها، ولكن مش مفروض عليها، هذه لازم يفهمها زوجها. لكن انا نقول لها حاولي معاه، احكي معاه مره واثنين وثلاثه بقوه بثقه، ممكن اول مره تخافي ثاني مره بعدين حتعرفي انك انت هذا حقك. ما دام انت صاحبه حق لازم تكوني قويه، الحق هو اللي يعطي القوه. بعدين اذا كان ما نفعش معاه الكلام والمعامله الحسنه، الجئي الى اهلك، ممكن فيهم حد حكيم، مش لازم بوك واخوتك، ممكن الاسره نتاعك فيها حد ثاني يقدر ياثر عليه. الجئ الى اهله هو، الجئ الى اهل الحكمه. ممكن انك انت تشوفي جيرانك اللي هم يشوفوا فيك، بالتاكيد يشوفوا في طريقه الضرب، بالتاكيد يشوفوا في المعامله اللي انتم عايشين فيها. حاولي انك انت تكوني اكثر، ما نقولكش اصبري وتحملي عشان عيالك، لا، مرات يكون الافتراق اهون للاطفال واحسن من الحياه اللي هي عايشين فيها صعبه. ولكن هذا نلجأ له في اخر حل لما تكون ما درتي معاه كل شيء ممكن، ما دام انت شغلك في يدك، وما دام انت اللي تصرفي على الحوش، وما دام حتى القانون يكفل لك انك انت تقعدي في حوشك وتمسكي عيالك وتصرفي عليهم، فمرات يكون الانفصال احسن من الاستمرار بالنسبه لك وبالنسبه له وبالنسبه لها. لكن يا بنتي حاولي معاه بكل الطرق انك انت تاثري عليه، وانك انت تكوني اكثر استيعاب للموقف. ممكن يكون هو الظروف التنشئه اللي عاش فيها، بس انت مش مجبره انك انت تحملي وتخلي عيالك، بالذات تقولي انا كيف نسيب عيالي ويشتتوا عيالي. لا، مرات تكوني انت بروحك في الحوش على راي واحد وعلى تربيه واحده
أفضل للأطفال وأفضل للمجتمع، ولكن ربي يهديه ويفهم واجبه ويفهم أنه هو عليه أنه يحافظ عليها الأسرة اللي أعطاها لها ربي. أكيد أستاذة نوارة، يعني بنضيف لي كلامك شيء بسيط في نفس الوقت، حتى الاختيار كما أنت أشرتي في البداية ممكن تكوني تعاني من أي ظرف. أنا نرى أسري قاسي قاهر تمشي اختيار عشوائي باش تطلع من هذا الظرف، لربما تقع في ظرف أكبر بكثير من 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 أنت كنت فيه. نعم. فما فيش باس أن الشخص بعد ينتقل لمكان، يا ريت ينتقل لمكان أفضل. صح. يعني يكون حكيم أكثر. لازم يكون الاختيار، لازم اختيار الزوج مش بس اي واحد يجي نحن نعطوه، يعني لان لازم يكون فيه نشوفوه نسالوا عليه، لازم تكون فيه فتره خطوبه باش نفهموا شنو هالعائله اللي هو قاعد فيها او هو طالع منها. الحاجه الاخرى، من حق النساء في ليبيا بالذات، وخاصه في هالظروف نحن اللي نشوفوا فيه ظروف الحرب وظروف التشرد اللي توا في العيال وقله التعليم، حتى التعليم العملية التعليمية ما هيش عملية تعليمية 100% ممتازة. صح. حتى هذين كلهن نحن لازم يكون فيه توعية للنساء بحقوقهن، لازم المرأة تعرف شنو حقها، لأن إذا كان هي ما عرفتش حقها كيف تبي تطالب به؟ لما تعرف حقها حتعرف واجبها، فضروري يكون فيه عندها حقوق وواجبات، تأدي واجباتها وتطالب بحقوقها وتاخذهن. عمرها ما الحرية ولا الحق منحة، أنا لازم ناخذ حقي، ناخذه بالعلم، بالمحبة، بالمودة. الحاجة الأخرى، لازم المجتمع يدير مؤسسات للنساء المعنفات، النساء اللي فيه نساء معنفات طبعاً. وما عندهنش حتى مصدر رزق، فهذينا المجتمع المدني، المؤسسات، الحكومة لازم يكون فيه مكان لهم، ولازم يكون فيه دورات للي يبوا يقدموا على الزواج بالضبط. قبل الزواج مش عيب انهم ياخذوا دوره كنوع من التاهيل، وخاصه لما يكونوا مع بعضهم ويفهموا شنو هالحياه اللي هم ماشيلها، ولازم الحياه تكون فيها حب وموده، والله بلاش منها بكل. اكيد طبعا نتمنى كل الملاحظات الحضرتيه وفي نفس الوقت التوضيحات استاذه نوار تكون وصلت الكثير من الناس يتعاني من المشاكل. كنت معنا اليوم في استشاره، شكرا لك يا استاذه. شكرا لك انت، وربي ان شاء الله يهدي زوجها بنتي هذه ويعطيها هي القوه باش تاخذ قرار صح وما تسببش في ضرر لا لها ولا لزوجها ولا لأطفالها. إن شاء الله جميعا نتمنى لهم السلام والاستقرار. قبل الفاصل بعد نحتاج أو تحتاج المرأة إلى اهتمام وعناية وجمال، أكيد على طول تلجأ إلى منال العمامي لتأخذ معلومة نصيحة ربما تجربة جديدة. بعد الفاصل نواصل. اليوم حلقتنا حتكون مميزة وحنحكوا عن حاجات جديدة، طبعا حنعطيكم سر من أسرار الجمال اللي يستعملوا فيها المشاهير بالكامل. السر هذا يخص بالأكثر لصحبات البشرة الدهنية والمختلطة. حنعطيكم ماسك يخلصك تماما من الدهون اللي في البشرة، وكذلك يخلصك تماما من الحبوب. الماسك هو عبارة عن قرفة وعسل فقط. القرفة والعسل لهم فوائد واجد بكل وبكميات متساوية، تقدر تحطيهن على بعضهن وتحطيهن على بشرتك. أول شيء فيه أكسدة إنه هو مستحيل يطلع لك حبوب مرة ثانية، وحيحول الدهون اللي في بشرتك بالكامل. تقدر تستعملها صحبة البشرة الجافة لو هي يطلع لها حبوب بين فترة وأخرى، أو تطلع لنا الحبة المفاجأة اللي ممكن تطلع لنا في الأعياد أو في المناسبات، عشان هيك تقدر تخلصي فيه منها في يومين فقط. تستعملي الماسك لمدة 10 دقائق فقط لمدة يومين في الأسبوع، وبعدين حتشوفي النتائج هائلة جدا على بشرتك. تقدري انك انت مثلا تحطي حتى العسل بروحها يوميا، وحيعطي اشراق لبشرتك مش عادي. خذوا مني السر هذا وجربوه واكيد حتتعودوا. نتلاقى معكم الثلاثة الجاي. نهال العمامي.